السلام عليكم، إحسان عبد السميع، 27 سنة، عندي لا ليسونس بروفيسيونيل في لي تكنيك دو فونت ريلاسيون كليونتيل، وحاصلة على الدبلوم ديال الموديليزم، و maintenant le stylisme il me reste un module pour terminer ma formation en stylisme. انا من صغر ديالي كنت كيعجبني لا مود كنتابع في القنوات الفضائيه الناس كيفاش كيلبسوا فوالا وكنت من صغر ديالي كنصايب لي بوبي ديالي وهذا لي فيتمون avec mes copines وداكشي والحمد لله كنت دائما كنقول ميمتي انايا غادي نقرا في ان اوتر يعني غنقرا شي حاجه واحده اخرى غادي يجي واحد النهار ميمتي نخدم وهذا غادي ندير نقرا لا مود حيت هادشي اللي كيعجبني اكثر انا من بعد ما خديت لو ديبلوم ديالي ديال الموديليزم حيت انا قررت انني ناخذو هو الاول باش دغيا بغيت نرياليزي لي فيتمون ديالي وهذا يعني فهمتي اي حاجه تنبداو نقراوها كيخصني نرياليزيها باغ اكزومبل لا جوب لو بونطالون فوالا هادشي علاش درت لا فورماسيون ديال لو موديليزم هي الاولى و دونك جي كومونسي لي فيتمون ديالي كنصايب هكا لي بونطالون ديالي ديال الخدمه لي فيست لي شوميز فوالا وكنميل اكثر للمودرن بالنسبه للمسابقه العالميه اللي شاركت فيها الحمد لله وحصلت فيها على لو بري دونور كانت اون انونس سور انترنيت اللي بان لي فيها بانهم كيبغيو لي جون كرياتور دونك قلت علاش لا انا الحمد لله جو سي فير دي تروك بور موا ميم بور ما فامي اي تو دونك نجرب دونك صيفطت لي بابيي ديالي لو دوسي دو ستيل توت لي انفورماسيون على لو فيتمون بالنسبه لا كوليكسيون اللي انا شوازيت هي نورمالمون هما ايل اكزيج 3 تونو وحده تكون تكون ديال لا سواري من بعد ما انا مني شفت هكا قلت انا بما انني سمعت بان لو انا العربيه والمغربيه الوحيده اللي غادي تكون مشاركه دونك قلت سي لا بروميير كوليكسيون ديالي اي تو دونك غادي نثبت فيها الهويه المغربيه ديالنا والحمد لله استطعت انني ندير جوج ديال شاركت بجوج ديال القفاطن avec une combinaison la combinaison حتى هي فيها مخدومه حتى هي بالخدمه ديال المعلم و يعني فيها يعني تراديسيونيل في لا كوليكسيون ديالي انايا اختاريت انني لو تيم ديالي يكون على يعني خدمت بالشوشات ديال اللي كتبت يعني كنعرفوها في لا تراديسيون ديالنا وكل شيء دونك درت شوشات وكذلك كان لو تيم ديالي لي فلور دونك كيف ما شفتوا في لا كومبينيزون فيها دونك استعملت شوشات كوم دي بوتون في الظهر ديال لا كومبين اللي كيتحلوا كيتسدوا وفي لو دوفون ديال لا كومبين بويسكو لو تيم تا هو على لي فلور دونك جي ايسيي دو ميتر هادوك لي شويشات هذوك لي غلون على شكل فلور ودرت ليهم اون بيرل في الوسط بما فيما يخص اللبسه الثانيه هي كانت قفطان مبرى مع انايا جادور الفيلور دونك درت القفطان مبرى اون كوب مودرن ودخلت فيها لو تراديسيونيل مع درت الطرز والتنبات طرز الرباطي افيك التنبات والخدمه ديال المعلم والشوشات فيما يخص اللبسه الثالثه دونك حتى هي دخلت فيها بما ان التوب ديالها فيه لي فلور اي تو التصاميم ديالي ديستيني لا فام ماروكان
انا مغربيه، يعني عزيز عليا القفطان، عزيز عليا اللبس المغربي. دونك لا التصاميم ديالي رغم انني كندخل فيها شي حاجه مودرن، يعني ما يمكن سي فري تقدر دير شي. انا جادور الثقافه المغربيه، خصوصا انا متاثره بزاف بلا كولتور جوديو ماروكان، يعني كيعجبني دوك القفاط الاصيليين اللي كانوا كيتلبسوا عند المغاربه، عند اليهود المغاربه، وهذا يعني كتكون فيها واحد الاصاله، وهادشي اللي كنحاول نخليه، وهادشي اللي حاولت نخلي في هاد التصاميم ديالي، يعني انهم كانوا فيهم أصالة مغربية ياك، ومدخل عليهم واحد لاتوش ديال لا كوب مودرن اللي كتخلي سواء المرأة المغربية أو المرأة الغربية تقدر تلبسهم أليز. غادي تشوفوا القفطان المغربي 100% في توت في اون غراند كوليكسيون ان شاء الله، وغادي تشوفوا اون كوليكسيون ديال المودرن، يعني بلا ما ندخلوا القطن، يعني لبس مودرن مغربي ان شاء الله. انا كنشجع كل واحد عنده طموح كبير، يعني والحمد لله ربي كبير، يعني اي حاجه ممكن الانسان كيتصورها في دماغه يقدر يقول ما يمكنش، ولكن كل شيء ممكن باراده الله سبحانه وتعالى وبالخدمه. يعني اي واحد عنده شي طموح يعني يمشي فيه، يدير جميع الوسائل باش يوصل لهذاك الطموح ديالو، وان شاء الله غادي ينجح وغادي غتكون نتائج ممتازه.